والتأويل أنواع، منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، لكن يقال يحرفونها. ولذا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية قال بلا تحريف ولم يقل بلا تأويل، وذلك لأن التأويل منه ما هو مقبول، ولذا هم يقولون تأويلها كذا ولا يقولون تحريفها كذا، لأن التحريف كلمة تمجها الأسماع ولا ترضى بها.